احنا في معركة، لأننا لا نقبل بما يراد فرضه علينا. لن نسلم في إرادتنا ولا في سنتي من أرضنا ولا الأرض العربية. زي النهاردة من 42 سنة كانت لحظة الصفر أو ساعة الصفر والعبور من الهزيمة للنصر. صحيح 42 سنة فاتت، لكن في أشياء أبدا لا تسقط من الذاكرة، وصحيح في أجيال ولا عصرت ولا يعني شافت التعب والمعاناة والإحساس بالانكسار بعد هزيمة 67، وما شافوش كمان لحظة النصر وإزاي كانت في ملحمة خالدة لانتصار العسكرية المصرية، بالإضافة طبعا لإرادة الشعب المصري لتحقيق النصر ده. فمن المهم أن احنا نقرب أكتر من أبطالنا، أبطال حرب أكتوبر، إزاي بيشعروا في هذا اليوم، إزاي كانت البطولات، إزاي كان الكفاح على الأرض علشان نوصل للحظة اللي احنا بنتكلم فيها. لكن قبل ما رحب بضيوفنا وإحنا بنتابع طبعا المشاهد اللي شفناها من شوية، كل التحية والتقدير للزعيم الراحل الرئيس محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، لازم نتذكره بكل خير، هو اللي أهدى النصر للشعب المصري. وطبعا تحيتنا لأسرته الكريمة والسيدة جيهان السادات. أنا برحب النهاردة في الحياة اليوم بالبطل محمد العباسي، أول من رفع علم مصر على أراضينا بعد عودتها لنا. الحمد لله رب العالمين. محمد العباسي، كل سنة وسعادتك طيبين. وحضرتك طيب. ابن مدينة القرين شرقية. يا أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. وبطلنا طيب. صائد الدبابات البطل محمد المصري، برحب بحضرتك معنا يا فندم. 27 دبابة؟ 27 دبابة. ما شاء الله. أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. ضمنهم دبابة عساف يجري قائد اللواء 190 مدرع الإسرائيلي. هنتكلم، ولازم الشباب كمان يعرفوا البطولات وإزاي كانت الروح القتالية الموجودة عند الشعب المصري، ونتمنى إنها تفضل موجودة في لحظة إحنا في أمس الحاجة ليها. والله هو الشباب المفروض يعني يسمع الحاجات دي كتير، لأنه طبعا أولادنا وأحفادنا حاليا ما شافوش الحاجات دي، فعايزين يا ريت البرامج دي تذاع كتيرة، وياريت تبث الروح المعنوية اللي احنا كنا عايشين فيها في اكتوبر. صحيح. عشان نعيش تاني وترجع مصر، مصر اكتوبر. بيقول لك يا محمد افندي بارتو، محمد افندي رفع العلم، اول بطل محمد العباسي بمدينة القرية. كله جميل. قول لي يا بطلنا بقى، يعني زي النهاردة كده كان احساسك ايه؟ من والله احنا عشان نحكي زي النهاردة كان فيه تعب جدا قبل النهارده. طب فاحنا عايزين نقول امبارح كنا ايه او الامس كنا ايه والنهارده بقينا ايه، الحمد لله رب العالمين. نعم. طبعا محمد العباسي من مواليد 21/2/47، جنيت 1/6/67 اعقبها النكسه. طبعا احنا بنقول نكسه لانها لم يلتقي الجندي المصري مع الجندي الاسرائيلي. ففضل الله سبحانه وتعالى علينا، هم عملوا الحاجات دي، ولكن في 6 ساعات احنا ردينا الارض بتاعتنا اللي هي اتنزعت مننا في 6 ساعات بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل بسالة الجندي المصري اسد من اسود مصر او اسود مصر كلهم اللي اشتركوا في حرب اكتوبر، من دفاع جوي ومن مدفعية ثقيلة ومن مشاه ومن مظلات ومن صعقة، كل من اشترك في حرب اكتوبر فهو بطل وعاد الروح لمصر والدول العربية. قول لي لما عرفت انه لحظة العبور حانت وهنحارب دلوقتي، كان شعورك ايه؟ والله كان شعوري فوق جدا، لان احنا كنا منتظرين هذا اللحظة. يعني احنا عشنا حوالي 9 أو 10 سنين في الجيش. في اشق ايام الجيش. التدريبات، وطبعا حرب الاستنزاف دي خدت مننا كتير، لان احنا يعني في حرب الاستنزاف استنزفناهم كتير، جبنا منهم أسرى ودمرنا فيهم معدات كتيرة وحاجات كتيرة،
بفضل الله لكن كنا منتظرين اليوم والساعة اللي هتحين عشان نعبر قناة السويس وندمر الخط اللي هم قالوا عنه لا يقهر. كنت فين يا عم محمد عجبها؟ الذي لا يقهر. كنت فين ساعتها؟ يوم ده كنا في الأنطرة غرب عشان نعبر إلى الأنطرة شرق وناخد الدشم الحصينة اللي هم قالوا عنها لا تقهر. أيوه. فضل الله كان يوم الجمعة كان يعتبر ده يوم 5 أكتوبر كان قبل المعركة بيوم. تمام. القائد العظيم بتاعنا طبعا كل القادة العظماء معانا كانوا روح المعنوية بتاعتهم معنا على طول. فالرجل اللي هو القائد العظيم ده جمعنا بعد صلاة الجمعة، طبعا حضر صلاة الجمعة واحد من التوجيه المعنوي وألقى علينا الروح المعنوية اللي هي فيها كرامة الشهيد عند الله سبحانه وتعالى و غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. نعم. فكانت روح المعنوية عالية جدا يعني. أيوة. في عصر هذا اليوم جمعنا قائد الكتيبة وقال قائدة الجماعات وقائدة الفصائل، وهذا سر يعتبر في الجيش درجات السرية 3، سري وسري جدا وسري للغاية. فده سري جدا عشان خطر ده ما يوصلش للعدو. طيب يا فندم احنا منتظرين هذا الاوامر. قال بكره افطار، طبعا احنا عايشين في رمضان وكنا صايمين. فامرنا بالافطار عشان خاطر ان شاء الله هنخش معركه. تمام. يبقى من الصبح هتجي لنا وجبه افطار نفطر في رمضان. توقيت، قال لك توقيت القتال وتقدير القتال. ما هو توقيت وما هو تقدير القتال؟ توقيت القتال هيبدا 2 بالنسبة للمشاة، هيكون احنا محتلين الارض كلها غرب قناة السويس عشان هنعبر الشرق لقناة السويس وندمر الخط الذي لا يقهر. كلفنا كمجموعات بكل مجموعة على دشمة من الدشم الحصينة اللي هي تعتبر حوالي 33 دشمة من السويس الى بورسعيد. تكلفنا احنا كان توقيت القتال بالنسبة لنا القائد العظيم قال الساعة 2 ل 2:05 دي مدفعية ثقيلة ولالة مدفعية جامدة هتيجي تضرب بعد 5 دقايق هيعدي الطيران. بعد يعدي الطيران في قذفة تانية للمدفعية هنكون احنا كمشاة والمهندسين شايلين الأوارب وبنعبر قناة السويس. هذا يعني هذا توقيت تقدير للقتال. قال تقدير القتال 1 إلى 3، احنا مجموعة أولى هتعدي ونستشهد إن شاء الله أو ما ننول من الشهادة. مجموعة تانية برضو هتعدي نفس العملية ولكن بفضل الله إن شاء الله لازم يبقى المجموعة التالتة تقضي على العدو. تمام. ده كده تقدير القتال. فكان كل جندي مننا شايل روحه على كف ومنتظر هذا الوقت، يا رب أنا استشهد بس يا رب قبل ما أموت أعمل كده حاجة يعني اموت 2 اموت 3 اموت 5. اللي هو يعني ما فيش شعور بالقلق بالخوف. لا ده انا رايح لا. يا رب انا للشهاده. كلنا فرحانين للشهاده. ما هو سبقونا احدى الحسنيين يا اما النصر يا اما الشهاده. ربنا سبحانه وتعالى في سوره النساء يقول سبحانه وتعالى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. طبعا اللي قتل اللي هو استشهد يعني هو راح الجنه، سبقنا الى الجنه واحنا ان شاء الله فزنا بالانتصار برضه حنال لان ربنا وعدنا والوعد ربنا لا يخلف ان شاء الله. تمام. طب انت حضرتك بقى كنت تمام كنت في المجموعه الاولى ولا الثانيه ولا لا؟ المجموعه الاولى. الاولى كنا في المجموعه الاولى. جاء يوم السبت الصبح وتم طبعا احنا صلينا على العلم المصري، في العلم كان معانا وصلينا عليه الجمعه وطبعا كل واحد مننا ابتدى يقول يا فندم ناخد العلم يا فندم. قائد الوحده قال العلم لوقته. العلم لوقته. ما هوش العلم هو العمل، لا العمل الاول صحيح، بعد ما نعمل يبقى نعمل نرفع العلم. تمام. يوم في صباح يوم السبت جت وجبه الافطار وزعوا علينا الاكل الصبح. فطرنا. ولكن دار في انفس الجنود برضو بعض الحاجات. ربنا بيقول في القران
كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فالحقيقة يعني برضو كل واحد مننا مشدود ومتمنى بيتمنى هذا اليوم، ولكن يعني من ضمن الحاجات اللي أنا عملتها كتبت مثلا زي وصية حطيتها في جيبي، قلت لمحمد مثلا المصري إذا استرشدت أنا الورق دي تروح لأهلي زي وصية، لأن أنا كنت متزوج ومخلف. أيوه. هنعدي قناة السويس، طب يا ترى هنقعد يوم اتنين تلاتة من غير أكل ولا شرب؟ احنا معانا تعيين ومين طبعا، بس ده تعيين قتال ما مش محدش بيجي ناحيته. ابتدت العساكر كل واحد منهم واحد اتنين تلاتة يغسلوا في الملابس بتاعتهم، تلاتة أربعة يلعبوا كورة، عملية تموهية لا إرادية بالنسبة لنا، تلاتة أربعة جايبين قصب ونص قصب يعني، وكده الحياة عايشة وكأن اليهود بيقولوا ايه شويه ده مش مش مش. خلينا نقف عند التمويه وبعد العبور وارجع لك بقى نشوف لحظه رفع العلم على ارض سيناء. لكن بطلنا استاذ محمد المصري صائد الدبابات، دبابات العدو 27 دبابه، فخلينا نتكلم يعني اولا بدايه شعورك باليوم، ثانيا ازاي بتسترجع كل ما شاء الله الاعمال البطوليه اللي حضرتك قلتها عملتها. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر أكتوبر سيظل ساطعا في سماء الدنيا حتى قيام الساعة، لأن دي أول مواجهة ما بين الجندي الإسرائيلي والجندي المصري. نعم. اعتبر حضرتك هي اللحظة بتاعت اليوم ده بتسبقها مراحل ورا، مراحل تدريب، مراحل صعبة جدا، منها ازاي اتدربت ان انا اكون صائد الدبابات. بفضل الله سبحانه وتعالى انا دمرت 27 دبابه، ضمنهم من ضمنهم دبابه عساف ياجوري قائد اللواء 190 مدرع الاسرائيلي. في تقرير من البنتاجون الامريكي طلع في فبراير 74، مفاد التقرير بيقول ان الاول مره في العصر الحديث في تاريخ الحروب الحديثه فرد او مجموعه افراد لا تتعدى الثلاث افراد بيدمر هذا الكم من الدبابات بصواريخ موجهه بالسلك وليست بالتنشين. ما حصلش موجهه بالسلك. ما هي العظمه مش في 27 دبابه لا اطلاقا، امال ايه العظمه؟ في كيفيه العمل. خدت بقى حضرتك ده ايه التكنيك بتاع اسقاط الدبابات؟ يعني اسقاط الدبابات الطقم ثلاث افراد، حكمدار الطقم مع صندوق التحكم او جهاز الاطلاق، في فردين معاه، الفردين كل واحد مع خط النيران، خط النيران اربع صواريخ. احنا اتدربنا على الحاجات ديت سنتين ونص، وصلنا لاعلى مراحل التدريب. الصاروخ بيقطع 3 كيلو في 27 ثانية. توجيه بالسلك بوجهه بسبابة وابهام اليد اليمنى وسبابة وابهام اليد اليسرى بعصا التوجيه، جهاز الاطلاق في عصا التوجيه اللي بوجه بها الصاروخ. كلامي مع الصاروخ بيبتدي بعد اطلاق الصاروخ. في كلام، في حوار بيني وبين الصاروخ وهو ماشي. ازاي؟ بمعنى انا ليا مهمتين في الحرب. المهمه الاولى بعد العبور في القوارب المطاطيه وتسلقنا الساتر الترابي، المهمة الأولى هي صد هجوم العدو المفاجئ. المهمة الثانية بشتغل خلف خطوط العدو. بمعنى بيزرعونا أكمنة في وسط قوات العدو. طب المهمة الأولانية ما كانتش موجودة لسبب. من 2:30 يوم 6 أكتوبر حتى مساء 7 أكتوبر كان معدل الضفة الشرقية 80,000 جندي واقفين على أرض سيناء. مساء 7 أكتوبر وكلمة جندي تطلق على القائد وعلى الجندي. تمام. إذن المهمة دي ما كانتش موجودة. المهمة التانية إن أنا بشتغل خلف خطوط العدو، بمعنى أنا بتزرع كمين في وسط قوات العدو. خدت بال حضرتك؟ حضرتك كنت موجود بقى كده قبل لحظة العبور ولا في أثناء لحظة العبور؟ أنا عبرت الساعة 2:30 عبرت معاهم عادي، وبعدين ضمن الساعة 2 ضمن الموجات الأولى للعبور تبقى خلف خطوط العدو بقى علشان بشتغل بقى خلف خطوط العدو ازاي؟ الدبابات. ازاي بقى؟ الأمر بيجي بأفرض الخريطة مع القائد، مقدم الشهيد صلاح حواش. تمام.
بحدد الموقع على الخريطة اللي أنا هروح أشتغل من عليه. المسافة اللي بيني وبين الموقع 8 كيلو. بحدده على الخريطة. الطريق اللي أنا بدخل منه غير الطريق اللي أنا برجع منه. وصلت الساعة 2 بالليل، أنا والاثنين اللي معايا والمقدم شهيد صلاح حواش. بمشي 8 كيلو عمقا في وسط قوات العدو. وصلت للموقع الساعة 2 بالليل، وإن شاء الله لازم أوصل الساعة 2 بالليل. عشان أكتشف الدبابات لازم أكون في أعلى مكان. وتعرف خط سيرها. هتيجي منين؟ إيه المكان اللي هتختاره؟ أنا ليا قطاع النيران أو مسرح العمليات بتاعي اللي بشتغل من عليه. كيلو ونص عرض في 3 كيلو طول. ليه حد يمين وحد يسار. من أول ما بوصل الساعة 2 و2 الساعة 2 بالليل حتى أول ضوء للفجر كل واحد فينا بيعمل التجهيز الهندسي لنفسه. حفرة برميلية شكل البرميل بطولي هندفن فيها وراس هي اللي تبان. وصندوق التحكم أو جهاز الإطلاق سهل إخفائه وتنبيهه. تمام. الاثنين في بطن التبة تحت، كل واحد عامل لنفسه نفس التجهيز الهندسي. تمام. المقدم صلاح حواش هو قريب مني. عمل لنفسه التجهيز الهندسي. مع أول ضوء للفجر بصدر أوامري، كل واحد دفن نفسه خلاص. ما فيش حاجة باينة منه إلا راسه. راسه بس. أول ضوء للفجر بصدر أوامر لأحد الفردين ينصب لي من نص الصواريخ الأربعة، يا شمال يا يمين على حسب اتجاه الريح. هو في الوقت اللي بنصب فيه من نص الصواريخ أنا بعمل حاجة اسمها تذكرة المرمى. في محيط الكيلو نص عرض في الثلاثة كيلو طول. قلت لي برضو من شوية بيبقى في حوار بيني وبين الصاروخ. بعد إطلاق. يعني بإيه؟ ما هو لسه بقى. خدت بال حضرتك؟ اتفضل. شوية عشب أخضر، شوية رمل بارزين، الصحراء ما فيهاش غير كده. يا عشب أخضر يا رمل بارزة. ماشي. 30 40 نقطة في هذا المحيط بحدد مسافتهم ذهنيا بيني وبينهم، بمعنى دي على بعد 800 متر، دي كيلو، دي كيلو ونص وهكذا. تمام. أحفظهم بأبعادهم وأنسى اسمي. لان انا هحتاجهم فيما بعد. في مؤشر مسافه جوه المنظار بيقول لي الدبابات جايه على بعد 4 كيلو. 3 كيلو ونص، 3 كيلو دخلت في المرمى. ما بضربهاش على 3 كيلو. مش عشان قوه الصدمه، لا، او قوه النيران، او قوه التفجير، لا. عشان عده عوامل. العامل الاولاني ظاهره السراب. ودي بتتجلى في الصحراء. والصحراء بتخدع. تمام. العامل الثاني قد يكون حصل عطل في مؤشر المسافة ولو واحد على المليون. العامل الثالث ان الصاروخ قبل الحرب كان ثمنه 500 دولار وال 500 دولار دول من دم الشعب، ارتفع ثمنه اثناء الحرب من 500 الى 1500 دولار. طيب انت مش عايز تهدره؟ مش عايز اهدره، ده انا في وسط موت، وسط حياة، وسط قتال. انت بتفكر في 500 دولار من دم الشعب ومن دم الناس وانت ميت؟ القيادة العسكرية بتدفعنا إلى هذه الأكمنة ومتأكدة تماما إن احنا مش راجعين. لكن عمري بيد الله سبحانه وتعالى. نعم بالله. مش هموت إلا ما استوفي كل أمور حياتي حتى شربة الماء. الدبابات دخلت بقت في المرمى على حسب ما اتدربت. أنا عايز أضرب الدباب المعينة ديت ما ينفعش إلا الصاروخ الثالث. لا أضرب الأولاني ولا الثاني ولا الأول ولا الرابع. تمام. لأن الزمن والمسافة الاثنين بينتهوا مع بعض. تمام. والصاروخ بيقطع ال 3 كيلو في 27 ثانية. بجيب المفتاح رقم 3 وبتك على الزر بيطلع الصاروخ. بقسم ال 27 ثانية إلى ثلاث مراحل. 16 ثانية الأولى بوجه الصاروخ فوق النقطة الإشارية الثابتة. اللي هي ظاهرة في المنظار والدبابة ظاهرة في المنظار. وبعدين؟ جبت فوق النقطة الإشارية الثابتة. دخلت في المنظار. لقيت الصاروخ، يبقى الصاروخ والدباب. فاضل 11 ثانية. في الست ثواني الأولى بخش دايركت على الدبابة دون استنزاف زمن وسفع الفاضي. فالخمس ثواني بكتم نفسي لمدة 5 ثواني. عملية الشهيق والزفير هتخلي الصاروخ يشطح في المنظار سنتي على الطبيعة ب 100 متر زي مقياس الرسم بتاع الخريطة. الصاروخ ما بيخش جوه الدبابة، بيصطدم بيها وبينزل تاني. بس بعد 3 ثواني من اصطدامه بيطلع نافورة لهب طولها 40 سنتي. سمك جدار الدبابة 20 سنتي صلب. في 20 سنتي استنزاف في الجدار. 20 سنتي نار جوه. فيهم 10,000 درجة حرارة مئوية. علميا الحديد بينصهر عند 1400 درجة. بيبقى عندي 8600 درجة احتياطي. و100 ألف ضغط جوي. كل ده جوه الدبابة. اللي بينجو من الدبابة مين؟
اللي هو على البرج اللي هو على السافيا جوري. فعشان كده بقى اسير. كده كان يوم 8 اكتوبر يوم استشهاد المقدم شهيد صلاح حواش بعد ما المشاة المتقدم اثروه واللي اثروا النقيب يسر عماره. انا ضربت دبابته واللي اثروا النقيب يسر عماره حاليا اللواء يسر عماره بتاعه الله بالصحه. مش هتقولي بقى كنت بتتكلم مع الصاروخ بتقول ايه وهو بكلمه ازاي بقى؟ ايوه الصاروخ وهو ماشي بيلف 8.5 لفه لجهه اليمين في الثانيه وفي لمبه حمراء بتنور ورا بتنور لي انا. اللمبه الحمراء مقسومه على ايه؟ على في قسمين. القسم الاولاني منها 500 شمعه. القسم الثاني منها 19000 شمعه. تمام. لو اداني ال 19000 شمعه مره واحده وانا بيني وبينه 500 متر انسان العين مش هيتكيف مع الجو الجديد فبيديني الاضاءه على مراحل. زائد ان في حاجه اسمها العضو العضو الدوار او الجيروسكوب ضمن الحركه الميكانيكيه بتاعت الصاروخ. تمام. خدت بال حضرتك؟ بيديني اشارات وانذارات من اللي بيها اسيطر عليه واجيبه يمين وشمال وفوق وتحت بسبابه وابهام اليد اليمنى وسبابه وابهام اليد اليسرى، لكن لو هنزله لتحت انزله باتقان عشان الجاذبيه الارضيه عامل مساعد معايا. ده الحوار وده الكلام اللي بيني وبين الصاروخ. والحمد لله يعني عملت بطولات وانجازات وبنفخر بيها. الحمد لله. وارجع بقى للحظه رفع العلم. طبعا يوم 6 اكتوبر الصبح طبعا بعد ما جت وجبه الافطار فطرنا وعمليه تموهيه وبعدين كلنا اتشد نفسه على اساس موعد ساعه الصفر. الساعه واحدة كل واحد جاهز وشد حاله ب 24 قرط وزي ما مثلا في ايام رمضان كده بنبقى نقعد ننتظر الساعه باقي على المغرب 5 دقائق باقي دقيقتين كده احنا منتظرين بقى الساعه 2 تيجي بالظبط. الساعه 2 بالظبط اطلقت المدفعيه الثقيله والدبابات اول حاجه ضربوها ضربوا البرج وبعدين نزلت غلاله نيران كثيفه على الدوشه من الحصينه قدامنا من اليمين للشمال. 5 دقائق بطلت المدفعيه وخش الطيران دك الدكه بتاعته وخلص على الخط الثاني دفاعي ورجع بسلامه الله. المدفعيه ابتدت تضرب شلنا القوارب ونزلنا الميه كتبت الله اكبر في سماء القنال. يعني من الله سبحانه وتعالى كده كتبت الله اكبر. فيا محمد يا اسماعيل يا علي الله اكبر كده روح معنويه عاليه جدا. شلنا القوارب نزلنا الميه قناه السويس من 800 يعني من 700 800 متر الى 1000. جم دول احنا المفروض ان هنقدف كده ناخدها في ربع ساعه. لكن دقائق بسيطه عبرنا قناه السويس العشر رجاله من الروح المعنويه العاليه وكلمه الله اكبر اختصرنا في الوقت. المجداف ينزل ما شاء الله المركب تطير في الميه. وصلنا الدشمه الحصينه. الدشمه اللي قال الله سبحانه وتعالى في القران عن اليهود لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. هم بيبنوا الجدار حاليا العنصري ولكن دي هذا قرى تحت الارض ويا ريت ابناء مصر ابنائنا واحفادنا يروحوا يشوفوا هذا الحصول لسه موجود منها تبت الشجره ولسه صحيح. منها مش عارف مين يا ريت المزارات السياحيه دي ده البانوراما 6 اكتوبر الحاجات دي ابنائنا ما شوفوهاش. يعني المفروض المدارس والجامعات والحاجات دي تروح تزور الاماكن ده دي مخابئ وعايشين وكل يا حاجه ما شاء الله. بفضل الله سبحانه وتعالى طلعنا وصلنا الدشمه الحصينه. المفروض في الوقت ده المهندسين بتفتح ثغره عشان خاطر بتحط الديناميت وتفتح لنا في الاسلاك الشيكه والالغام بتحط الديناميت وتفجر بتعمل لي متر ونص يمين ومتر شمال عشان خاطر اطلع طريق اطلع فوق الدشمه. تمام. عمل صعب ما هوش سهل 15 او 25 متر ارتفاع والديناميت تقيل وعشان يزق ده يطلع فوق بتاخد حركه وتعب مش بسهوله يعني.
بفضل الله انا معايا فرقه مهندسين عسكريين يعني فاهم ازاي لو وقعت في حقل الغام اطلع منه بفضل الله سبحانه وتعالى بدون اصابه. الاسلاك الشائكه دي سهله، ولكن بصيت لزمايلي ولقيت نفسي احنا كده يعني لو واحد لو لا مؤاخذه حتى في الكلام لو عفرنا بالتراب هننزل القناه تاني. نزعت السونكي ونزلت اجس الارض وادوس على السلك الشيك حتى طلعت فوق الدشمه. القائد العظيم اللي كان معانا ناجي الجندي امر العساكر قال زميلكم طلع، شوفوا طلع منين. لا تعالوا في التدريبات كان يقول لك مادام يعني هتنزل في حقل الارقام لو لقيت دوست اي بني ادم تمشي على الاثر بتاعه. طلعت فعلا المجموعه وتم السيطره على الدشمه ودمرنا الدشمه الحصينه اللي قالوا فيها هذه الدشم لا تقهر، ورفعنا علم مصر. وبعدين يعني قبلنا بعض لان احنا من الفرحه مبسوطين جدا. مبروك يا محمد، مبروك يا حسين، مبروك يا علي، مبروك يا ناجي. ناجي ده قائد الكتيبه، ده يعني احنا اللي بنشكركم. قال مبروك يا محمد يا عباس يرفع العلم. وكانت بهذه اللحظه لحظه طبعا لا لحظه طبعا. يعني لا تنسى طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله احنا مع اللحظه دي يعني عايشين عليها وعايشين انها تفضل مستمره على طول. وان العلم المصري يفضل عالي ومرفرف ويبقى الروح اللي بنتكلم عليها روح اكتوبر تكون موجوده في كل نواحي حياتنا مع ابطالنا اللي مشرفينا النهارده في الحياه اليوم اللي بشكرهم. ويعني انا كنت اتمنى ان الوقت يكون اطول كمان علشان نستمتع بحضراتكم، بس باذن الله يعني الواحد مش عايز بس يتكلم عن حرب اكتوبر يوم حرب اكتوبر. لا ما احنا يعني ان شاء الله نفرد برضو لقاءات تانية يا ريت بإذن الله تعالى نعمل ده إن شاء الله مع زمايلنا، لأن احنا محتاجين نحافظ على الروح دي ومحتاجين نتعلم من أبطالنا دروس كتيرة مستفادة من حرب أكتوبر. مش بس بتكلم على الدروس العسكرية وإزاي تعاملنا مع كل الحواجز، بداية من الحاجز النفسي، الحاجز مائي وغابي وقوة جوية طبعا للعدو كانت متفوقة، لكن البطل المصري رجالة مصر قدروا إن هم يعدوا كل الكلام ده. معانا في الحياة اليوم بعد الفاصل سيادة اللواء الدكتور مصطفى كامل مستشار أكاديمية ناصر العسكرية وسيادة اللواء أركان حرب ناجي شهود برضو نفهم منهم إزاي الدروس العسكرية والدروس السياسية والحرب المعنوية والنفسية وإزاي كل المنظومة دي نستفيد منها في الوقت الحالي. بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم وبشكركم البطل محمد العباسي والبطل محمد المصري، كل شعب مصر بيشكركم وتحية ليكم وتقدير كبير بالتأكيد. شكرا ليكم وكل سنة وحدكم طيبين وبخير وبصحة بإذن الله. كل سنة ربنا يخليك يا فندم يا رب بإذن الله بالشعب المصري بالتأكيد بالشعب والجيش المصري مع بعض. بعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم فقرتنا اللي جاية بإذن الله. كانوا خير خلف لخير سلف، فاستحقوا أن ينالوا الشرف وحققوا المعجزة، فدخلوا التاريخ العسكري من أوسع أبوابه. أكتوبر 73 فخر العسكرية المصرية.